الدولة تخدم كان بالمداخيل الجبائية، ما هيش عادلة، فما تهرب جبائي، فما شكون ماهوش يخلص في اللي يلزمو يخلصوا، أما مداخيل الدولة باش تعمل المشاريع التنمية وتعمل المساحات وتعمل الطرقات وتعمل الأجور وتنجم تتحمل هالجزء الهام من الدعم يلزمها مداخيل، المداخيل هذه تجي من الجبائي، منين مشينا؟ وين نلقاوها؟ نلقاوها في إجراءات كما هذا الإجراء نتاع إحداث إتاوة في انتظار مراجعة الهيكلية للدعم باش يولي موجه للفئات اللي هي مستحقة ليه، قلنا ناخذوا إجراء وفيه نوع من العدالة على السيارات من الأربعة حتى بالأربعة والخمسة 50 دينار اللي هو جزئي، كي تعمل دو بلان ترجعهم أنت بالدعم اللي تاخذ فيه والباقي كله مازال يقعد بدعم، وانت طالع توصل حتى 700 دينار حسب الحجم تاع الكهرباء، ويقولوا حسب الحجم تاع الكهرباء هو حسب الفئه، هذا باش يوفر لنا 100 مليون دينار، هذه شو معناتها حمل الجماعه ريش، وهذا شو معناتها كل واحد ماهوش هذه اجراء في اطار شعبويه سيد الوزير، هذه اللي تحكي عليه نتاع 50 دينار حتى 700 دينار على السيارات دخلنا 100 مليار 100 مليون دينار اي 100 مليار اي 100 مليار 100 مليار 100 مليار شنو 100 مليار قدام 28 كيما هو يلزم له احنا بشويه بالحاجه بالحاجه، معناتها انا قلت لك الكل من الاجراءات اللي باش نعملوهم باش يجيبوا لنا 450 مليون دينار، منهم 100 من هذه من الاجراء هذه، احنا ما نجموش من 1000 مليار بشويه شعبويه نجموا نطيحوا 100 اخرين زاد شنو الشعبويه؟ بشويه شعبويه في الخطاب الشعبي نتاع سي محمد لازم نطيحوا 100 اخرين. انا ساعه والحاجه ما قلتش الخطاب، لا لا نحكيو على الخطاب الشعبي، قلت فما حوايج يلزمنا نفسروهم لانه احنا مسؤولين ويلزمنا. اللي الناس الكلها تتحملها باجزاء، فما شكون ما عندوش كهرباء بالكل، والاغلبيه العباد ما عندهاش كهرباء. بالله دقيقه برك، هذوما معناتها فما احنا عندنا البارك بتاعنا فيه مليون كهرباء، 50% منهم سيارات شعبيه، 50% تقريبا بين الاربعه والخمسه صحيح سيارات شعبيه، فما 9 ملايين ولا 10 ملايين ما نحسبوش على 9 ملايين ومع عائلات، المفيد اللي كي نعملوا الاجراء هذا نزيدوا 100 فرنك راهو باش تجيب لنا 300 ولا 400 مليون باش الدوله تنجم تخلي الخبز وتخلي الطماطم ولا العجين وتخلي النقل. شكون يستفيد منه هذا؟ هل يستفيد منه المواطن الفقير؟ يستفيد بالطبيعه. لا لا سامحني، لا يستفيد منه المواطن الفقير. انا امامي تقرير المعهد الوطني للاحصاء، هذا غلاف، نسخه من غلاف، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعيه والبنك الافريقي للتنميه. في الصفحه 12 سعر الباقات الحقيقي 272 ملي تتباع ب 190 ملي. الفئات الفقيره لا تستفيد سوى بنسبه 2.2% من دعم الباقات. معاك. يعني شكون نقولوا؟ انا نقولوا في نفس الشيء. قلت لي يستفيدوا منه، قلت لك الفقراء ما يستفيدوش. مش تخفض الدعم؟ تخفيض الدعم بنسبه 50% يترتب عنه زيادة 1.86% في نسبة الفقر، أي 200 ألف مواطن تونسي سيصنف على أنه فقير. سي محمد هذاك علاش من مسوس؟ علاش من أحداث الخبز 84 وكل الحكومات بما فيهم الحكومة الحالية عاجزة عن أنها تفتح ملف صندوق التعويض؟ لأنه كلها إجراءات ترقيعية. أنا كنت نقول لك اللي الإصلاحات الهيكلية تاخذ وقت، ملف التعويض تم فتحه وإذا عندك الدراسة هذاك لأنه تفتح. لانه تفتح الدراسه بيدها معناتها الملف تفتح، شخصنا شنو الوضع. دراسه على 2000 بدينا توا في الاجراءات الموجهه، مثلا وزير الصناعه عنده 4 شهور ويخدم على الطاقه غاز وضوء للشركات، كل واحد قداش يستنفع القطاع، الاسمنت، الياجور، معناتها المواد الغذائيه، باش نشوفوا وين نجموا نعملوا ما غير ما نمسوا من القدره الشرائيه وبالتنافسيه، وهذه ماهيش حاجه سهله، الحاجه السهله هي اجراءات اعتباطيه، الاجراء اللي يلزمه يقعد مشخص يلزمه دراسه، وللاسف الدراسات تاخذ شويه وقت، اما نعم. الدوسيات هذم كلها تحلت وقاعدين ننفذوا فيها، وهذاك علاش سالتني نكمل، هذاك علاش سالتني شنو هما الاجراءات تاع عام الجاي؟ عام الجاي باش تكون فما اجراءات سيبلي على بعض القطاعات وبعض المواد اللي ما تمسش الشريحه الكبيره. سيد الوزير سؤال برك نحب نفهمه، هذه تخفيض ب 5% على الضرائب نتاع الشركات 5% من 30% هابط ل 25% في المقابل زياده او ضريبه ب 10%
على المرابيح معناها الاشخاص المشاركين في اللي عندهم معناها اسهم في الشركه هذيك، المرابيح نتاعهم يخلص عليها 10%. شو المقصود بهذا؟ المقصود هو نشجعوا خلق الثروه والمحافظه على المال في الدوره الاقتصاديه. شو معناتها؟ نخفضوا باش نخليو المرابيح للشركه، كل ما توزعهم يخرجوا من الدوره الاقتصاديه كل ما تدفع. اذا يوزع كل شيء باش تولي، اذا يوزع الفلوس اللي يربحهم الكل كي يبدا رابح باش تولي الضريبه عليه 32%. اذا ما يوزع حتى شيء يخليهم الفلوس باش يقوي بهم الشركه نتاعه ويستثمر تولي 25%. هذيك منين تجي العداله وتحفيز على الاحتفاظ بشركات قويين وفيهم راس مال قوي. شكرا سيد وزير، شكرا على الحضور، بارك الله فيك سيد الياس فخريخ، شكرا محمد بوغلاب، سهلا كل عام وانتم حيم بخير، بقيه سهره ممتعه على التلفزه الوطنيه الاولى، نلتقي الاسبوع